بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي المؤمنين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في حديثنا عن سيدنا ومولانا الإمام الثامن صلوات الله وسلامه عليه، علي بن موسى الرضا عليه وعلى آبائه وأبنائه أفضل الصلاة والسلام. وقد ذكرنا لكم في الحلقة الماضية أننا سنذكر لكم حادثتين مهمتين مرتا بالإمام صلوات الله وسلامه عليه، وقد نصره الله سبحانه وتعالى على ذلك العباسي المأمون. حاول جاهدا المأمون في أكثر من موضع إحراج الإمام وبيان الناس أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه رجل كسائر الناس، أو التشكيك بمقالة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فقد سأله أمام جمع من الناس، قال: يا أبا الحسن، كيف قلتم أن عليا قسيم الجنة والنار صلوات الله وسلامه عليك يا أمير المؤمنين؟ قلهم: أنتم تقولون أن عليا قسيم الجنة والنار، وهذا لا يعتقد به المأمون. فهنا الجواب، عدة أجوبة عند الإمام. الإمام صلوات الله وسلامه عليه قادر على رد المأمون بعدة أجوبة، وهذه الحقيقة واضحة كالشمس في رابعة النهار، إلا أن الإمام حرص أشد الحرص على أن يأتي بالجواب مما يعتقد به المأمون، حتى يكون الكلام على قاعدة ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. فقال له الإمام صلوات الله وسلامه عليه: نعم، ما تقول بما قاله جدكم الأكبر ابن عباس حينما قال، روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: يا علي، ما أحبك إلا مؤمن، وما أبغضك إلا شقي. فقال: نعم. قال المأمون: نعم، نعتقد بذلك، هذا الحديث صحيح ورد عن جدنا. فقال المؤمن: أين مكانه؟ قال: في الجنة. قال: والشقي؟ قال: في النار. قال: إذن هكذا كان علي صلوات الله وسلامه عليه قسيم الجنة والنار. فكان الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان جوابه جوابا قاطعا وشافيا وجاليا لكل الأوهام لمن حضر عند المأمون. وفي الموضع الآخر، الحادثة الأخرى، أراد المأمون أن يبين للناس مشروعية حكمه، هكذا كان أراد من الإمام أن يكون داعما لحكمه وأن يكون غطاء شرعيا لحكم المأمون العباسي. ففي ذات يوم كان العيد، وقد طلب من الإمام صلوات الله وسلامه عليه، طلب المأمون من الإمام أن يخرج لصلاة العيد، وخرج هو أيضا لصلاة العيد. كيف يخرج الخليفة؟ خرج ومعه القادة ومعه الوزراء، وقد لبسوا أسلحتهم، وقد لبسوا حليهم وتيجانهم، وجاء معهم الغلمان والعبيد. فكانت تلك النظرة التي تنظر إلى المأمون في ذلك الموكب الذي يبين عظمة وسلطان وجبروت. لكن تعالى للإمام صلوات الله وسلامه عليه، لما خرج المأمون ماذا أراد؟ أراد هو أن يتقدم ويصلي بالناس حتى يكون الإمام صلوات الله وسلامه عليه يأتم به ويصلي خلفه، وبذلك تقول الناس أن الخليفة على حق، وأن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه صلى خلفه. لكن الإمام كيف خرج؟ على سنة جده رسول الله صلى الله عليه وآله،
خرج وقد لبس أطهر ثيابه، ثيابا نظيفة طاهرة، لكن ما تكون بمثابة ملابس جديدة وملابس فاخرة، لا، وقد أرخى من عمامته ذؤابة، وقد خرج حافيا ومعه غلمانه، وأخذ يكبر وغلمانه يكبرون. فانظر إلى تلك النظرة أو تلك الصورة التي خرج بها المأمون وهو أراد أن يبين عظمته وجبروته وسلطانه، وانظر إلى هذه النظرة الروحية الإلهية الأخروية التي خرج بها الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فلما نظر إليه الناس وبعض القادة، نعم، قطعوا أرديتهم وخلعوا أحذيتهم وأخذوا يسيرون خلف الإمام ويكبرون بتكبير الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فلما بلغ ذلك المأمون قالوا أن علي بن موسى الرضا خرج وقد خرج خلفه الناس يكبرون خلفه، فانقلب الأمر عليه فقال إذا جاء علي بن موسى الرضا وحضر المكان فالناس ستعمل بسنته وتنتقد ما فعله المأمون، فأرسل إليه رسولا قال يا أبا الحسن إنا نعتذر وقد أزعجناك وأخرجناك، فلك أن ترجع، أنت بكيفك إذا تريد ترجع. وبهذه الحالة رجع الإمام، وخسر المأمون من أن يحصل على تلك المشروعية وأن يوفق كما يظن هو بأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يصلي خلفه. وهكذا كل ما فعله المأمون مع الإمام كان بتأييد من الله، فينصر الله سبحانه وتعالى الإمام الرضا على كيد المأمون. ومنها عندما حمل الإمام صلوات الله وسلامه عليه، عندما أشخصه المأمون العباسي من مدينة جده رسول الله من المدينة المنورة إلى خراسان. وتعلمون كان في ذلك الوقت الطريق المعروف، الطريق المألوف، عندما يريدون أن يأتوا من المدينة إلى خراسان فلا بد أن يمروا بالبصرة ثم ببغداد ثم من بغداد إلى مرو، وهذه المناطق فيها من الناس المعارضين للمأمون من ثوار العلويين ومن العباسيين أيضا الذين يعارضون المأمون، لكن المأمون ماذا فعل؟ جلب الإمام صلوات الله وسلامه على مناطق لا تكون مأهولة بالموالين وخالية من معارضيه، فجاء به عن طريق الأهواز وإلى نيشابور ثم منها إلى بعض المدن إلى خراسان. لكن عندما مر بنيشابور كيف أرسل رسالته الإمام صلوات الله وسلامه عليه عندما اجتمع عنده أهالي نيشابور وكانوا ليس من الموالين، جلهم ليس من الموالين، وقالوا عظنا يا ابن رسول الله، وقد حدثهم بتلك الرواية بحديث سلسلة الذهب وكيف بينها لهم، وقال لهم كلمة لا إله إلا الله حصني، هكذا رواها، قال عن أبي عن جدي عن أبيه عن جده عن أبيه عن آبائه عن رسول الله عن الله عن جبرائيل عن الله يقول سبحانه وتعالى كلمة لا إله إلا الله حصني، ومن قالها دخل حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي، فقالوا الحمد لله أمنا، قال ولكن بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. فكان الإمام صلوات الله وسلامه عليه عاملا برسالته مهما تكالبت عليه قوى الشر. فالسلام عليك يا سيدي يا مولاي يا غريب الغرباء، السلام عليك يا بعيد المدى، السلام عليك يا علي بن موسى الرضا، رزقنا الله زيارتك في الدنيا وشفاعتك وشفاعة آبائك وأبنائك في الآخرة، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.